يعني بيظل الظروف الراهنة اللي عم نعيشها ميسان واللي بتحيط فينا الأحداث في العالم الخارجي، كيف فينا نتكيف معها؟ كيف فينا نحقق توازن وموازنة في المشاعر، المرونة النفسية؟ شو هي المرونة النفسية؟ هذا السؤال بتجاوبنا عنه الأستاذة عزة كردي، استشارية نفسية اجتماعية. يسعد صباحك. صباح الورد. يسعد صباحك استاذه عزة. المرونه النفسيه، خلينا نتعرف عليها، شو هو معنى مصطلح المرونه النفسيه؟ هلا المرونه النفسيه هي انه قدره الفرد بشكل عام انه يقدر يتاقلم مع الظروف اللي عم تحيط فيه بالمجتمع، سواء كانت هاي الظروف عائليه، مشكلات عائليه، ازمات اقتصاديه، متاعب مهنيه، انه هو بيقدر يواجه هاي الظروف وهو عم يحافظ بنفس الوقت على حاله نفسيه بصوره جيده. هذا الشعب السوري. هذا الشعب السوري، الشعب السوري معروف. الشعب السوري كثير برن معناتها هذا التعريف. لانه الشعب السوري اذا بدنا نبدا حديثنا بالشعب السوري، الشعب السوري ترفع له القبعه صراحه، لانه أكيد. شعب عظيم. يعني أكيد. منذ الازل هو يعني صامت، ولكن نحن مثل ما هلا بنعرف انه في شوي هيك حاله من أكيد. خلينا نقول يعني مثل حدا خلص ضايق، مثل حدا كان بمشكله وما حتعرف يطلع منها. ولكن دائما نحن هذا المفهوم يمكن هلا بدنا نوضحه لكل اللي عم يشوفنا ولنا نحن لذاتنا، لانه نحن مثلنا مثل العالم، يعني نحن جزء منهم وفيهم. قديش مهم انه شوي يعني اللي عنده عيله خلينا نقول دائما او رب الاسره، كيف هيك شوي بده يتعامل ايضا مع الاطفال بيظل هيدا الظروف، الاطفال ما بتعرف ظروف اقتصاديه. نعم، دائما رب الاسره او حتى ربه المنزل بده يكون عندهم دائما توفيق بين الضغوط الخارجيه والضغوط الداخليه في المنزل، يعني دائما بيكون في عندهم توازن بين كيف انه هن يقدروا يتصرفوا خارج المنزل ويقدروا انهم كمان هن يؤدوا واجباتهم تجاه اطفالهم وتجاه اسرتهم وتجاه اهلهم، لكن باسلوب مرن. وقت الانسان بيكون عنده تكيف مع الاحداث الخارجيه اللي عم تحيط فيه، بيكون عنده قدره انه هو يتكيف مع هاي الاحداث بصوره ويواجه بصوره جيده ويواجه هذه المتغيرات بشجاعه. يتعلم ويتدرب الانسان دائما انه هو يحاول انه يكون عنده تجاوزات لهي الاحداث اللي بتصير بالحياه، سواء كانت مثل ما حكينا عائليه او حتى خارجيه، بيكون هو عنده القدره على انه يواجهها بشجاعه ويتكيف معها ويسعى انه هو يغير فيها، لكن ضمن الامكانيات المتاحه، من دون ما يسبب له هذا الموضوع اي قلق. هو القلق موجود اكيد، ولكن نحن دائما بنقول انه النظرة الإيجابية اللي دائما بنحكي فيها، أنه تكون عنا إيجابية وثقة بالله سبحانه وتعالى، أنه دوام الحال من المحال، وأكيد الانتقال رح يكون من وراء أي حدث بيصير بالحياة أو على صعيد العالم الخارجي أو الداخلي، هو بيكون في بعده إن شاء الله خير. في أشخاص بيتسموا يمكن هن أنه هن أشخاص مرنين. نعم. خلينا نعرف كيف بتكون شخصية، صفات شخصية الشخص المرن. الصفات الشخصية المرنة أو أصحاب المرونة النفسية صفات رائعة جدا. أصحاب هذه الشخصيات أشخاص متسامحين مع الآخرين، يعني بيتعلموا أنهم يكونوا لا يقفوا عند صغائر الأمور دائما. شخصية مبادرة متصالحة مع ذاتها أولا وأخيرا، وتثق في نفسها، تثق بقدراتها، عندها نوع من المبادرة ومفتحة دائما على التغيير وعلى الأفكار الجديدة، يعني ما بتخاف أنه هي تغامر أو تتطور. إرادتها قوية جدا في التغيير، وبنفس الوقت كمان أنه هي بتحاول أنه تفهم مشاعر الآخرين وتكون عندها قدرة على المناقشة والحوار، ودائما أفق نحو النجاح بشكل كبير جدا، يعني بتحط خطة ببالها وبتمشي عليها بإذن الله وبتوصل، لأنه هي شخصية مبادرة ومفتحة وعندها ثقة أنه هي أي أمر أنه هي لازم تحصل عليه حتحصل عليه بإذن الله. تماما، يعني المرونة هي خلينا نقول مكتسبة، هي ما بتخلق مع الإنسان، ولكن هو فيه يكتسبها من خلال شخصيته، من خلال أفكاره، ومن خلال محيطه. وكثير من الأشخاص من نواجههم بحياتنا أو من صادفهم ومنشوفهم، فهن ما عندهم هيدا المرونة، ولكن ممكن نحن بطريقة ما مثل الشخص الإيجابي كيف بيأثر على الشخص السلبي، وأيضا الشخص
الشخص المرن، قديش لازم الإنسان يمتلك بعض الصفات للمرونة ويقدر أيضا ينقلها للآخر؟ أكيد الشخص بالحياة أو الأفراد بالمجتمع دائما أي شيء نحن بدنا يعني نكتسبه أو نثقل حالنا فيه أو نتدرب على تغيير حالة سلوكية معينة بحياتنا نقدر، لكن نحن بدنا نتدرب على هذا الموضوع. أي حالة أو أي مهارة جديدة الإنسان بحب أنه يكتسبها، مجرد ما أنه هو يحاول أنه يحافظ على هذه المهارة 21 يوم فهي حتصير عادي سلوكية معه بشكل يومي. يعني الإنسان المتعود أنه هو يضل عنده قلق ويضل عنده اكتئاب، مجرد ما يكون عنده نظرة إيجابية دائما للحياة ويستبدل هاي الأفكار بأفكار دائما سعيدة ويحاول أنه يتكيف مع الخارج، فبتلاقي لحاله بصير بعد 21 يوم اذا حاول حط في فكره دائما انه انا هاي العاده بدي اغيرها بنفسي، بدي احاول اني انا مثلا اغير هالعاده السلوكيه، فاجباري هو راح يصير عنده حاله معينه، حاله ايجابيه بيتجه بسلوكه اتجاه معين، وبنفس الوقت بتصير حاله يعني جماعيه وبيقدر ياثر على الاخرين فيها، لانه دائما نحن بنكتسب من المحيط اللي حوالينا دائما اي شيء، اي عادات او اي سلوكيات، وبتقدر تاثر على شخصيتنا وبالذات الشخصيات المقرب يعني، او حتى الشخصيات المؤثره اللي هي مثلا ممكن انه تكون مثل دائما الاشخاص المشهورين او الاشخاص الاعلاميين دائما هن عنصر مؤثر اكثر، او مثلا نحن في مجالنا مجال التدريب ومجال الاختصاصيين النفسيين والاستشاريين هن دائما عندهم القدره على التاثير اكثر من غيرهم، كونهم هن دائما هيك شوي بيحاولوا انهم يعطوا الايجابيه للاشخاص. فينا نقول انه بما انه عم تقولي انه الشخص المرن هو شخص متكيف مع اي وضع بيكون فيه، الشخص المرن فينا نقول انه هو ما بيتعرض لموضوع الضائقه النفسيه، ما بيتعرض لاكتئاب، ما بيتعرض لاي حاله نفسيه سيئه؟ لا اكيد لا، ما في انسان على وجه الكرة الأرضية ما بيتعرض لضغوطات، أكيد كل إنسان فينا معرض لضغوطات قصدي، بس ولكن ما بتأثر عليه بهذا الشكل السلبي. أكيد رح يكون تأثيره أخف من تأثير بعض الأشخاص الغير مرنين، ليش؟ لأنه الشخص المرن عنده وعي. تمام. دائما عنده وعي وعنده نظرة للأمور والحالة العامة، فبالتالي هو قادر إنه يتكيف، قادر يكون عنده رؤية إنه هذا الأمر أنا أوكي بقدر إن أنا صار هالموضوع مثلا أنا بقدر أنا أتقبله أتكيف أو أتجاوز وبقدر أنا بتجاوزه، لكن بدي أشتغل على هذا الموضوع. يعني أكيد التجاوز الأمر ما له كبسة زر، لكن هو الشخص المرن بيكون أوريدي متدرب على أن يكون عنده تأقلم مع مواجهة هذه الظروف أقل من غيره من بعض الأشخاص الغير مرنين اللي بيكون دائما عندهم عصبية وتذمر من أي شيء بيصير حواليهم وما بيحاولوا أنهم يكونوا عندهم إيجاد للحلول. صحيح، يمكن الشخص المرن هو شخص قادر على إيجاد الحلول. نعم. ويمكن هي هي من أهم صفات المرونة، أي مشكلة بنوقع فيها يلي بده يوقف عندها وما يقدر يعمل شيء فهو شخص خلينا نقول أنه استسلم. أكيد. ولكن الشخص المرن هو الشخص يلي بيقدر يحط حل أو يطرح حل لمشكلة. صحيح. لو كان هذا الحل خلينا نقول غير مجدي، ولكن طرح حل، مجرد محاولته لطرح حل. أكيد. فهو ممكن أنه يقدر يتجاوز هذه المشكلة. قديش مهم وضع الحلول يعني أو طرح الحلول؟ كثير مهم وضع الحلول، لأنه نحن لما بتصير قدامنا حالة معينة أو مثلا موقف معين في الحياة الواجب دائما والمتطلب منا انه احنا ما نوقف يعني بحاله استغراب او اندهاش او تذمر او انه استسلام، نحن دائما بننظر دائما عندنا حلول، عندنا بدائل ضمن امكانياتنا المتاحه، نحن بدنا نضل نشتغل. ولا مانع ايضا انا بركز على نقطه انه دائما نحن نطلب المساعده ونلجا للاخرين في حال انه صارت عندنا مشكله، هذا ليس عيب وليس خطا، بالعكس كل الناس بتمر معها مواقف، ممكن انت تلجا الى شخص ممكن يكون اقدر يعني او احكم بموقف معين، عنده حكمه اكثر او عنده نظره ثاقبه اكثر لهي الامور، فبالتالي نحن دائما لازم يكون عندنا رؤية، أنا بقول دائما رؤية صحيحة وواضحة حتى نقدر نحن نتكيف مع هاي الأحداث، ونعرف أنه نحن عايشين بعالم ممكن أنه دائما تصير عنا ظروف بننتقل فيها من مرحلة لأخرى، حياة مطبات،
فأكيد نحن مو كل الحياة هي جميلة، ولا كل الحياة هي أيضا فيها مواقف سيئة. فالإنسان الناجح والإنسان المتفائل دائما يخلق من الضعف قوة، ودائما بيتعلم وبيكون عنده عبرة من الماضي ومن الدروس السابقة، أكيد ما بيوقف عند أي مشكلة بتمر معه. يمكن في كثير ناس بتحب أنه هي تكون مرنة لكن ما عندها هي القدرة. نعم. كيف بيقدر أنه الواحد يدرب حاله لحتى هو يكون شخص مرن ويتحلى بهي الصفات؟ يعني بيقدر أنه الشخص يغير صفته؟ أكيد بيقدر، أنه هو مثل ما حكيت لك، التدريب دائما لأي عادة سلوكية جديدة بتحبي أنك تضيفيها لشخصيتك فهي بتصير طبيعية، بتصير أنه هي حالة سلوكية معينة أنت بتعيشيها بتصير عادي عندك. فالأشخاص الغير مرنين المفروض أن يكون عندهم اندماج وانخراط مع الأشخاص الإيجابيين. دائما بركز على موضوع المحيط الخارجي اللي بيأثر بشخصية الآخرين. فنحن لما بنكون محاطين بأشخاص سلبيين بالحياة فنحن حنكون سلبيين مثلهم، وحناخذ منهم أي شيء سلبي، وحناخذ منهم القلق والتوتر. دائما لازم يكون عندنا المحيط اللي احنا نحاول قد ما نقدر انه يكون عندنا اشخاص ايجابيين بحياتنا، ونبتعد عن الاشخاص السلبيين. طبعا اكيد من دون ما نعمل زعل او مشاكل او لا سمح الله، لكن نحن ننتقي، نكون انتقائيين باختيار الاشخاص اللي بتكون حوالينا، ونفهم تماما عوامل وصفات الشخصيه المرنه حتى نقدر نحن نشتغل عليها. مثل ما حكينا أن يكون عندنا التسامح، يكون عندنا القدرة على فهم مشاعر الآخرين، يكون عندنا روح المبادرة. صحيح. فبالتالي نحن لما بنشتغل على هاي الصفات ومنقدر أنه نحن نركز هدفنا ونخطط بواقعية لهذا الموضوع، فبالتالي نحن أكيد رح نفهم أنه شو يعني نكون أشخاص مرنين بالحياة، لأنه من المواقف رح نتعلم. يعني الموقف لما بيكون معنا ونحن بنجرب انه نكون مرنين بهذا الموقف نتعلم منه، اكيد رح نكون مرنين بالمواقف الاخرى. صحيح. يعني كمان في نقطه معينه، المرونه هي مطلوبه باي مجال نحن في، بمجالات عملنا، بمجال حتى منزلنا، وايضا الحياه بشكل عام. خلينا نحكي عن الاشخاص يلي بتعمل عمليه اسقاط او القاء اللوم على الاخر. قديش لازم يكون الشخص الاخر ممكن مرن ويتعامل هذا الشيء وينقل لهذاك الشخص الحل؟ دائما نحن من بس نوقع باي مطب فنحن بنعمل عمليه اسقاط، وهي بالارشاد النفسي وايضا السلوكي هي رده فعل ضعيفه جدا. نعم. للاخر خلينا نحكي عنه. دائما مثل ما ذكرت لك، لما كل انسان بيتعرض بالحياه لمشاكل. صحيح. او لضغوطات. نحن اليوم لما بنكون اشخاص ناضجين بالحياه وعندنا وعي، نحن بنكون قادرين ان نواجه المواقف ونتحمل مسؤوليه قراراتنا، تصرفاتنا، حتى الفاظنا اللي نحن بنحكيها. صحيح. بدنا نتحمل مسؤوليه. ايوه. فبالتالي نحن لما نحن بنطلب المساعده من الاخرين لا مانع، ولكن ما بدنا نكون اتكاليين تماما. يعني نحن كثير في فرق بين انه نحن نكون اتكاليين وبين انه نحن نطلب المساعده من الاخرين. الاتكاليين ما بدنا نحن نحسس الناس اللي امامنا انه نحن صار هذا الموقف او صار هذا التصرف الخطا، ولكن انتم المسؤولين عن ايجاد الحلول لنا. طبعا هذا اكبر خطا، لانه الانسان اللي ما بيكون هو قادر على ايجاد حل لمشكلته فهو انسان بالتالي غير ناضج او غير متزن. لازم يشتغل على حاله ويتدرب على حاله اكثر، ولكن لا مانع من الاستشاره، لا مانع من اخذ النصيحه، لا مانع دائما من انه نكون نحن عندنا ناخذ النصيحه من الاخرين وناخذ الخبره وناخذ الحلول، لكن نحن بالنهايه نحن صاحبين القرار، اما بننفذ هذه الحلول اذا كانت تتناسب مع ظروفنا ومع حياتنا ومع واقعنا وبنفس الوقت مع بيئتنا او لا. تمام. يعني بالنهايه فينا نقول انه نكون مرنين هو الشيء نحن بنقدر نتحكم فيه. نعم. لحتى يمكن نعيش حياتنا بشكل افضل، بشكل افضل لنا، عشان ما نتضايق ويصير القلق هو الهاجس والتوتر هو الشيء المحيط فينا بشكل يومي. شكرا كثير لك سيده عزه لوجودك معنا وللمعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم يا رب. شكرا كثير. شكرا.